نافذة سجل زيارة ملفك الشخصي على حسابك الخاص تيك توك. اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على الملف الشخصي، بعدها سوف يأخذنا إلى قائمة ملفنا الشخصي في هذه النافذة. هنا نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على هذه العلامة في الأعلى، ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل، وهنا سوف يقوم بإعطائك يعني سجل زيارة الملف الشخصي أو الأشخاص الذي قاموا برؤية ملفك الشخصي على حسابك الخاص تيك توك في هذه النافذة. وهنا كما ترون لا يوجد لدي أي شخص يعني قام بزيارة ملفي الشخصي لأن حسابي جديد، ولكن إذ قام أي شخص بزيارة ملفك الشخصي سوف تجدها في هذه النافذة على حسابك الخاص تيك توك. وهنا نكون قد انتهينا، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.